التصنيف الثاني كابتن خالد زي ما قدامنا على الشاشه، تشيلسي، بروسيا دورتموند، انتر ميلان، بورتو، اتلتيكو مدريد، بنفيكا، يوفنتوس، سالزبورغ، دول كلهم اوروبا. لسه هتفكر سكت ليه يا خالد؟ ده الموضوع هنا اسهل شويه. انا والله كنت عايزك تكمل. ما عنديش اجيب منين؟ لا طبعا الموضوع صعب جدا طبعا. الفرق كلها مصنفه، الفرق كلها مدارس مختلفة. التصنيف الثاني صعب جدا. مدارس كلها صعب جدا. مختلفة. طب ما تقول اسوأ سيناريو، يعني مش اسوأ لكن السيناريو الاصعب والاسهل. انا حابب قوي ان انا لاعب فرقة من البرتغال. البرتغال يعني يا بورتو يا بنفيكا. يعني انا حابب قوي ان احنا قريبين مننا، قريبين شويه. قريبين مننا، كورتهم يعني انا شايف ان هي قريبه. المدارس اللي جت عندنا في مصر اشتغلت معانا كتير قوي. سالزبورغ خلي بالك فرق كويس، فرق جامد. بس السنه دي يعني ماشي، مش ماشي كويس لكن مستوى، بس لا فريق كويس. كمان كل الناس تقول لك سالزبورغ فرقه سهله. لا هي مش فرقه، ما فيش فرقه سهله موجوده في البطوله الحقيقه. لكن يعني لو هتبص لسالزبورغ او زي ما خالد قال بنفيكا او بورتو، الحاجة التانية من ضمن التوب تيمز يعني ممكن جدا تشتغل مع، أقول مع مين؟ لا هو مش ممكن، خلينا بس مع الإنتر هيبقى صعب شوية. صعب جدا. بروسيا طبعا، بروسيا دورتموند تشيلسي في أفضل حالاته. تشيلسي دلوقتي في أفضل حالاته. الإنتر في حالة جيدة جدا. أتلتيكو برضه فريق صعب. بس أنت قلت حاجة كويسة يا كابتن، يعني الماتشات زي ديت برضه معدن النادي الأهلي بيبان، وإحنا لعبنا فرق كبيرة جدا جدا. بيكون المكسب بيكون صعب شويه، لكن ممكن تقدم مباراه بشكل جيد. يعني انا حابب والله، انا حابب الفرق الكبيره يعني انا ما هو برضو تاريخ. طبعا صح، بس احنا حابين ان احنا نمشي شويه، ماشي نجلس بقى في البطوله ونكسب. وبرضه سعيد ما زعلش، جبنا فلوس كتير. جبنا فلوس، حابين طبعا فعلا ان احنا نمشي شويه نقدر نكسب. طبعا كل ده ارقام بالنسبه للنادي الاهلي مهمه جدا ان احنا نوصل لابعد حته. فانا شايف ان لو جات لنا فرقه من البرتغال هيبقى طيب.